أخبار اليوم. لا لسه يا دوب بس باخد خلفيه في الاول. كتب اطفال وتلوين. ازاي بتعلم الجودو ورهن. اشتريت روايات وقصص. اشتريت حاجه حد يدهولي الصراحه يعني. كان ليا صديقي في الكليه عندي كان عامل كتاب فجيت حفل التوقيع بتاعه واشتريت منه الكتاب. اشتريت كتاب كيرلس بهجت. ده صديقي انا على فكره معايا في الكليه انا مش معاه. ادور على كتاب كده تاني وامشي. كتب روايات رعب وقصص. حاجات اجنبيه أجاسا كريستي وحاجات مصرية بس فسيولوجي كنت بدور على كتاب من زمان. قصص الأطفال عن أنبياء. اشتريتش حاجة كنت جاي مع أنا لغاية دلوقتي بدور هوت في المعرض بس أنا لغاية دلوقتي اقتنيت بس رواية صح رواية وش فكرة دول كتب وأنا أخدت عليها هدية على الغطا والحلة بتاع رحاب هيمن اللي بعجبني بقى ايه بس اتنين دبات طبعا كنت مستنيه عشان ربع جرام قريته لعصام يوسف الاول بشتري بطوط يعني بس لسه بدور على كتب يعني بس في يوم تاني بقى هاجي شوف الروايات اللي بحبها.